أنا معتز حسناوي، عمري 26 سنة، بدرس تكنولوجيا معلومات في الجامعة الافتراضية السورية. بتذكر من زمان كنت أحضر الأفلام وشوف كيف كانوا يعملوا حركات خيالية بالنسبة لأي إنسان، وصعب عليه كتير أنه يقدم مثل هيك حركات من انتقالات وهروب من مكان لمكان بكل خفة وسرعة وجمالية حتى في الحركة. وأكتر فيلم أثر فيني الضحية 13، البطل اللي فيه اسمه ديفيد بيل. ديفيد هو الشخص اللي حط القواعد الأساسية لهي اللعبة، وكنت أتمنى يكون عندي مثل هالقدرات. الباركور هي رياضة محورها الأساسي الانتقال من نقطة لنقطة بأسرع وقت ممكن وأقل جهد، مع تخطي كل العقبات والحواجز اللي ممكن تعترض طريقك. أنا أول ما بديت التدريب حسيت بصعوبات كتيرة، لأنه هاللعبة شي جديد على المجتمع ونظرة الناس وخصوصا الأهالي إلها أنه هي رياضة خطرة وتضيع وقت. فلذلك اضطريت أنه أتدرب وأشتغل على حالي بدون دعم حدا، لأني آمنت بالشي اللي عم بعمله وحبيت هالرياضة والشعور اللي عطتني إياه. بيوم من الأيام كنت عم بتمرن مع ابن عمي، شفنا شلة شباب ما بنعرفهم من قبل عم يمارسوا لعبة الباركور. تعرفنا عليهم وبعد فترة صرنا ننزل سوا ونتدرب مع بعض، واخترنا حديث السبيل المكان اللي كانت عم تصير فيه تدريباتنا. كنا ننزل عليها بشكل يومي ونعتبرها صالة التدريب. وبعد فترة ولما صرنا جاهزين خلينا شوارع حلب هي صالتنا. شكلنا فريق سميناه هانج داون كرو. تدربنا كتير كفريق واشتغلنا على حالنا، ولأنه منحب الشيء اللي عم نعمله قدرنا نحقق نجاحات وقدمنا عروض على المسارح والمدرجات. كتير عالم حكت معنا لأنهم انجذبوا لهالشي مثل ما أنا انجذبت له لما كنت شوفه بالأفلام. بمساعدة جمعيات ومنظمات بحلب قدرت ساهم بتدريب عدد كبير من الأطفال والشباب يلي مثلي، وهذا شيء أنا كتير بفتخر فيه. لما بتذكر حالي قبل 8 سنين كنت فكر إنه الباركور هي عبارة عن مجموعة من الحركات وبس. مع مرور الوقت اكتشفت إنه هي أكتر من هيك بكتير. الباركور صارت نمط حياة عندي، خلتني أتعرف على ذاتي، قوتني لواجه الشيء اللي مرق علينا، عرفتني عالم بحياتي ما كنت رح أتعرف عليهم، مكنتني لأقدر أدرب وفيد مجتمعي بشيء أنا مآمن فيه. أي شخص فينا يحقق اللي بده إياه وبيقدر يزرع أثره بالدنيا وبالناس التانيين، ولهيك لحتى تقدر تأثر بالناس اللي حواليك لازم تحب الشيء اللي عم تعمله